نهي لحود. اليوم لبنان عم يخسر قامة فنية كتير كبيرة شقيقة كالفنان روميو لحود، وقلت بكلمتك المؤثرة كتير انه باخر ايامه استثقل حاله عليكم. خبرنا اكتر تفاصيل عن اخر ايام الفنان. تعرف الواحد بس يحس حاله عم بيودع، كان عم بيودع بيصير بغير دنيا، يعني ما عاد تهمه الحياة المادية، ما عاد يسأل عن مصاري، ما عاد كان يسألني دايما مثلا شو في اخبار، صار بغير دنيا. وقال مثل ما قلت انا قلبي بدي روح لانه صرت تقل كبير عليك، يعني كنت حاسس انه واعي بس عم بيحضر حاله تيفل. هيدا روميو. كان في اي مرض بيعاني منه الفنان؟ نعم. كان بيعاني من مرض معين؟ لا، ليك هو صار معه كورونا من سنة وصح بعد منه بست شهور صح، وقالوا لنا معه كوفيد يا عمي، نحن عاملين له فاكسين وكل شيء، ما عاد بده يقوم نتخذ، فحصناه ما في حرارة ما في شيء، طمنا. صار يتراجع روميو، بيقوم الساعة 6 بيروح على الصيد رغم عمره، يعني ما حد بدي يقوم، خلص بدناه. قلت له يا خي ما بيصير هيك، ما بيصير. ما كان يعني بعد منا بشهرين صار معه نزيف وجلطة بإجره، أخذني يعني بتعرف بالإسعاف على المستشفى هونيك، قالوا لنا نزل ضغط سبع، ما عاد في كثير عمر أحسن من يرجع على البيت. هيك صار بعد جمعة رجع على البيت، وعيه لقيه غير، راح بهدوء. الله يرحمه. وصية الراحل شو كانت؟ ليك وصية الراحل كل واحد منا موصي شيء، أنا مثلا لأنه كنت إيده اليمين انتبه لي على الإنتاج الموسيقي، ونحن سلمناه ل كلية الكسليك في فرع الموسيقى هناك، حفظوا لنا ايه وعطونا نسخة عنه. بقى انا عملت وجباتي معه، مع خييتي ما بعرف شو قالوا، بس كان حابب انه موسيقته ضم محفوظة للعالم تضم تسمعها. هيدي قصتي. الفنان اللبناني قليل لحود، اول شيء بدنا نعزيكم برحيل الفنان الكبير عمي روميو لحود، ونعرف قديش انت مأثرة وقديش كان في علاقه قويه بتربطي. اليوم شو الوعد اللي بتوعديه لعمي؟ شو بدي اوعده انه كمل المسيره اللي هو كان راضي عنا قد ما الوضع بيسمح لنا، وانه وين ما كنا نقدم فن جيد ونقدم فن هو كان دائما يطمح له واشتغل كرماله وقدمه، ما ننزل عن المستوى، وانه بعده نشتغل تنرجع نرد لبنان مثل ايامه هو، لبنان الحلو يلي هو ضل يحلم فيه وضل مأمن فيه وما تركه لانه ضل مأمن انه لبنان حلو ولازم نضل فيه تنقدم له احلى الاعمال. ان شاء الله نقدر نعطي شوي من اللي هو عطي ونستمر بالمسيره اللي هو بلش فيها. اكيد انت كنت حده باخر ايامه، شو بتقدر تخبرينا عن كيف كان اخر ايامه للفنان؟ عطول الضحكة ما بتفارق وجهه، عطول الكلمة الحلوة، عطول مبسوط بجمعة العائلة، عطول بده يطمن على الكل ويتأكد انه الكل بخير. بس بذات الوقت كان عباله يروح، خلص كان صار عباله يروح، حس انه هو قدم اللي بده يقدمه وحس انه رسالته خلصت على الارض. نحن كنا دايما نقوله لا ما بقى تحكي هيك، بس مت كأنه كان حاسس لانه راح على السكت نام وراح بنومه. اليوم في رسالة حملتي إياها يوجهها لوالدتك الفنانة سلوى القطنية؟ أكيد. قلت له هو رايح هلا رح ترجع تتلاقى بالحبيب ويمكن تقدروا تعملوا مسرحيات سوا. ميرسي كتير لك والله يرحمه. بالفعل مثل ما قلت رح نفتقد كتير روميو لحود، هاي القامة الفنية اللي أسست للمسرح الغنائي الاستعراضي بكل تقنياته الحقيقية، من سينوغرافيا، من ديكور، من ألحان، من ملابس، كل ما هو. صداقتنا بلشت لما اشتغلت أنا والمرحومة سلوى القطريب مسلسل ليالي شهرزاد، صرنا نلتقى مع بعضنا، وهذا بالفعل شخصية عدا عن كونه متمكن من مهنته
كان مهضوم يعني الجلسة معه تفرح القلب رغم أنه الأحداث كانت عم تمر على لبنان من أصف إلى آخره برضو كان يأخذ الأمور بطيبه الخاطر. رح نفتقده كتير وبالفعل خسارة كبيرة لأنه هو ساهم كمان بظهور نجوم لبنانية من وراء استوديو الفن كان ب 73 بعتقد بهالتاريخ وبعدها لما تكمل هالبرنامج ما بعرف أي صيغة على ال بي سي أو شيء. نطلب له الرحمة ونطلب لأهله السلوى والغفران. لما منفكر بالإرث تبعه اللي تركه ورا بالأعمال اللي رح تتخلق بجودتها بإخراجها ونصها وألحانها ما بفتكر الإنسان فيك تنسيه أو فيك تمحيه من ذكرتك أو من ذاكرة الوطن، هو موجود معنا فما بيموت ولا المحزكة. شو الشيء اللي ما بتعرفه الناس عن روميو لحود الإنسان وبتكشفيه لأول مرة أو أنت من العلاقة اللي كانت تربطكم الصداقة؟ حدا بيتصور روحه الحلوة تواضعه يعني المحبة اللي عنده إياها اللهفة بس يشوف العالم بس يكون بين أصدقاء كتير كتير إنسان متواضع وخلوق ومحب. أول شيء أنا جاي من مسرح الاستعراض. الله يرحمه روميو لحود هو كان نجم المسرح الغنائي والاستعراضي، هو الفارس اللي خلق هالنوع، هو وطبعا الرحاب يعني عنده وزكي نصيف. فعلاقتنا كانت انا بعتز فيها جدا لانه هو حببني بشيء اسمه مسرح استعراضي لحن، كنت دائما بالحانه ادبك وارقص بهذا المسرح وبالحياة حتى برا بالحياة. فبقول أنا هل يعني علاقة المجذرة ما بيننا وبينه وحتى بين اللبنانيين، بنقول فقدنا معلم كبير كتير، فنان شامل، كاتب ومخرج وسينوغراف وكوريغراف، إنسان حساس مرهف متواضع خلوق. فبقول أنا نحن فقدناه جسدا بس باقي بضمائرنا وبقلوبنا وباقي للأبد، أعماله خالدة للأبد، الله يرحمه ونفسه بالسماء. شكرا كتير. أول شيء واجب يكون موجود كفنان، واجب يرد جزء من جميل لهيك إنسان أغنى المكتبة العربية والعالمية فيه نقول بأعماله، كان إنسان فنان وضعه. إحنا هلأ عم نطوي صفحة من صفحات الفن العريق بلبنان بعد رحيل عاصي ومنصور ووديع وصباح ومنهم بركات سمير ياسمي قصام رجي فيلمون وهبي زكي نصيف الكل حسام الصباح بيير شامون كلهم هودي هالفنانين إن شاء الله ما ننسى حدا، مثل ما بقولوا هم السابقون ونحن اللاحقون، يستاهلوا أقل شيء نعمل ونجي بوداعهم الأخير لنلقى النظر عليهم ونقول شكرا إنكم عملتوا شيء من لبنان، الناس العالم تعرف على لبنان من خلالكم. أنا اللي بقوله رحمة الله عليك روميو وإن شاء الله تكون نفسك بالسلامة. شكرا كثير. كثير قصص كانت أنا وزين تأثر فيه ما كنت أعرف فيه شو سببها ومين اللي عملها، بس كبرت ووعيت كشفت انه في موسيقى حلوه اثر فينا انا وصغير بتوقيع استاذ رومي لحوف، كنت
وبالتالي انا يعني هذا الشخص اسفي من طفولتي، فبالطبيعي اعتبر انه هذا الفنان هو اب لكل اللبنانيين ولا واحد بالدراسه، انا معني يكون موجود بشكل